والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين الرسول الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحثنا لهذا اليوم بعنوان الإسلام والتسامح. ديننا بلا شك دين التسامح والمحبة والأخلاق العظيمة. كلنا نخطئ، كلنا نذنب، كلنا يحتاج إلى مغفرة، فكم قسونا وكم تجاوزنا الحدود، والذي يبقى في النهاية بكل تأكيد هو التسامح. الإسلام دين الفطرة، دين التسامح والمحبة والأخلاق العظيمة، فالتسامح سجية وخلق تدفع الإنسان للتجاوز عن إساءات الآخرين والصفح عن أخطائهم والإغضاء عنها وعدم المقابلة الإساءة بمثلها، بل باللين والعفو والتساهل وعدم التشدد والعنف. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الإمام الصادق: إنا أهل بيت مروتنا العفو عمن ظلمنا. هناك دراسة حديثة أجريت لمعرفة آثار التسامح، فقد جاءوا بعدد من الأشخاص، وكانت المفاجأة أن الأشخاص الأكثر سعادة هم الأكثر تسامحاً مع غيرهم، فقرروا بعد ذلك إجراء التجارب لاكتشاف العلاقة بين التسامح وبين أهم أمراض العصر، مرض القلب. وكانت المفاجأة من جديد أن الأشخاص الذين تعودوا على العفو والتسامح وأن يصفحوا عمن أساء إليهم هم أقل الأشخاص انفعالا. وتبين بنتيجة هذه الدراسات أن هؤلاء المتسامحين لا يعانون من ضغط الدم وعمل القلب لديهم في انتظام أكثر من غيرهم، ولديهم قدرة على الإبداع أكثر. ولذلك تجد أدمغة الناس الذين تعودوا على التسامح وعلى المغفرة أكبر حجماً وأكثر فعالية. وهناك بعض الدراسات تؤكد أن التسامح يقوي جهاز المناعة لدى الإنسان، وبالتالي هو سلاح لعلاج الأمراض. وهكذا يا أحبتي ندرك لماذا أمرنا الله تعالى بالتسامح والعفو، حتى أن الله جعل العفو نفقة نتصدق بها على غيرنا. يقول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وطلب منا أن نتفكر في فوائد هذا العفو، ولذلك ختم الآية بقوله: لعلكم تتفكرون. فتأمل. وعلى هذا النهج سار السيد الأستاذ دام ظله، وهو يتحين الفرصة والفرصة ليجعل من الإنسان إنسانا يحمل مشعل الحب والود والتسامح للآخرين. وهذا لا يعني أنه يتزان عن معتقده، بل يريد منا أن نعيش بعنوان الإنسان وأن تتقبل الآخر كما هو، ما لم يهدد الأمن المجتمعي، ويبقى باب المجادلة بالحسنى مفتوحا لمن أخذ على عاتقه نصر دينه بالعلم والتقوى والأخلاق. ومن مقولاته دام ظله في التسامح: نتعامل مع المقابل تعامل الأخوة والمسامحة والأخلاق والإسلام والرسالة والمصالح العامة والأخلاق الإلهية. يجمعنا الدين، يجمعنا التوحيد، تجمعنا النبوة، تجمعنا الرسالة، يجمعنا عنوان الإمامة، تجمعنا الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، تجمعنا الأخلاق. وفي كلامه في البيان 33 أثبت فيه امتلاكه الروح السامية، روح التسامح والعفو. قال: بالنسبة لي
فأني أتنازل عن حقي القانوني والشرع والأخلاقي، وأبرأ ذمة كل من كاد لي وتآمر علي وسبب أو باشر في اعتقالي وتعذيبي وظلمي في زمن النظام الدكتاتوري السابق أو في زمن الاحتلال، سواء كان المسبب أو المباشر بعثيا أو تكفيريا أو غيرهما. فالمحقق الأستاذ الصرخي بعد أن بدأ بنفسه انتقل إلى عامة الناس فطالبهم بالعفو والتسامح قائلا: وأطلب بل أتوسل من الجميع أن يعفو ويتنازل عن حقه القانوني والشرعي والأخلاقي ويبرأ ذمة كل من كاد له. وفي الختام سنوزع الجوائز على المتسامحين، فكل إنسان شايل على أبوه أو أمه أو ابنه أو صديقه أو زوجته أو جيرانه، من الآن خلي ينظف قلبه من الأحقاد ويصفي قلبه ويعلن العفو والمحبة والتسامح لينال الجائزة. أولا، الجائزة الأولى طول العمر، فعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من كثر عفوه مد في عمره. ثانيا، الجائزة الثانية العزة، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله. ثالثا، الجائزة الثالثة الوقاية من سوء الأقدار، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: تجاوزوا من عن عثرات الخاطئين، يقيكم الله بذلك سوء الأقدار. رابعا، النصر، عن الإمام الرضا عليه السلام: ما التقت فئتان قط إلا نصر أعظمهما عفوا. خامسا، النجاة من النار، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: تجاوزوا عن ذنوب الناس، يدفع الله عنكم بذلك عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.